طيب يا جماعه انا هديها فرصه. ممكن انت لو بصيت في كل جامعات مصر هتلاقي المثال بتاع الدكتوره اسراء ده. يعني انا عايز اقول للباحثين في مصر كلهم بنفس الشطاره. ايوه انا معاك، بس انا برضو انا برضو شايف بس في دفعات ثانيه. لا بس انا شايف ان الباحثين المصريين عامه بره مصر بيحققوا حاجات كتير جدا، وجي الوقت ان احنا ممكن نطلع حاجه من جوه. لو ما اديناهوش فرصه ومش هيطلع برضو، انا اشكي احد يديه فرصه.